السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله، أخذنا أمس باب علامة الإيمان حب الأنصار، أخذناه، قلنا إن الأنصار علم على أهل المدينة من الأوس والخزرج الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه وصف لجميع من ناصر هذا الدين في جميع العصور. فالذين يحبون من يناصر الدين في جميع العصور هم من الذين يحبون الأنصار. وأنتم تعرفون عيسى بن مريم لما هدد ماذا قال؟ من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. هذا أخذنا أمس. اليوم عندنا باب، نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا واجعله مباركا أينما كان، واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. هذا الحديث يرويه عبادة بن الصامت، وهو أحد السابقين إلى الإسلام من الأنصار، بايع في بيعة العقبة. العقبة ذي وين فيه؟ في الطائف. وين فيه؟ في مكة، في منى. طيب، بايع النبي صلى الله عليه وسلم على نصرته الأنصار، وكان عبادة بن الصامت أحد النقباء. إيش معنى النقباء؟ في بني إسرائيل قالوا بعثنا منهم 12 نقيب. وإيش معنى النقيب؟ مأمور على سرية، مجموعة من الناس حط عليهم نقيب ويحط عليهم عريف عرفاء. فكان رحمه الله من هؤلاء النقباء. روى هذا الحديث يقول عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وحوله عصابة، يعني مجموعة من أصحابه، بايعوني. وش معنى بايعوني؟ عاهدوني، من البيعة التي هي العهد. وكان العرب إذا أرادوا أن يتعاهدوا مثل ما إذا أرادوا أن يتبايعوا، يمدون يديهم
ويعقدون الصفقة، والمؤمنون قد بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في مواضع، منها بيعة العقبة ومنها بيعة الشجر اللي تسمى بيعة الرضوان. ليش؟ نعم، لأن الله ذكرهم بالوصف، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر. هذه منقبة، منقبة عظيمة، ولذلك هي تذكر إذا قالوا فلان من أهل بدر، فلان من أهل بيعة الرضوان، هذه منقبة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال بايعوني، يعني عاهدوني على هذه الخصال. الخصلة الأولى أن لا تشركوا بالله شيئا، على الإخلاص، التوحيد، يوحدون الناس رب العالمين، لا يشركون به أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أيا كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. أنت الآن تقول لا إله إلا الله. المشكلة أن بعض المسلمين الآن ما يتقن معنى أن لا تشركوا به شيئا، ولذلك يصدق عليهم ما قال الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا إلا وهم مشركون. فتجده مؤمن يصلي يصوم ويتعبد لكنه يشرك. كيف؟ تجده يقول مدد يا رسول الله، مدد يا سيدنا الشيخ، مدد يا فلان. هذه الكلمة مدد نريد أن نجعلها هنا، ونجعل إياك نعبد وإياك نستعين هنا، بينهما تناقض ولا لا؟ واحد يقول إياك نعبد، لا نعبد إلا أنت، ولا نستعين إلا بك يا رب، ثم يقول مدد يا سيدنا الشيخ، مدد يا رسول الله. هل هذا الآن يتقن إياك نعبد؟ لا، ما يتقنها. ثم يأتي أناس يقول يا أخي هذا الرسول له جاه عند ربه، الرسول له مكانة، أنت إذا أردت الملك تستشرع بالوزير. نقول له يا أخي إذا كان الملك أصدر تعميم قال أنا قريب لا تجوني عن طريق الوزراء، أنا قريب، ما رأيكم؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ثم أيضا نقرأ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل يا محمد إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، من اللي يقوله؟ محمد أشرف الخلق على الإطلاق، أعلاهم منزلة وأرفعهم مكانة، يقول الله له قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحد ملجأ إلا بلاغا من الله ورسالاته. ولذلك من أحبابي كان النبي يغضب إذا ذكر الشرك، قال أحد الصحابة ما شاء الله وشئت يا رسول الله، غضب وقال أجعلتني لله ندا، ما شاء الله وحده. وجاء أبو بكر قال هيا بنا نستغيث،
برسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا، إنه ولا يستغاث إلا بالله، لا يستغاث إلا بالله. فهذه يا إخواني نريد أن نفهمها عند أول نقطة: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، لا رسول ولا ولي ولا جني ولا ملك ولا أحد شيئا، ولا تسرقوا. السرقة أخذ مال الغير، وفي الاصطلاح من حرزه، لكن بالمعنى العام يدخل فيها الاختلاس، ويدخل فيها أخذ مال الغير بأي طريقة. تعرفون الاختلاس ما هو؟ عندنا في نجد له اسم، يقولون الصديق المزاح، إن شفته ها ولا راح. أجي الآن لأبو وشوف، حط وجهك من هناك، وإذا شافني يقول ما شاء الله، نبيه نبيه نبيه، خذ القلم، وإذا ما شافني ها خلاص تروح. فلا تأخذ مال الغير بأي طريقة، ولا تزنوا. تعرفون الزنا الفاحشة الكبيرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وسع معناه. ماذا قال؟ العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها اللمس، والرجل تمشي تروح تبحث، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. ولا تقتلوا أولادكم. لماذا لم يقل ولا تقتلوا؟ القتل كله جريمة من جرائم، من كبائر الذنوب، ولذلك ورد التخليد في هذه الجريمة وفي جريمة الربا، لأنها من كبائر الذنوب. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. القتل العمد إما مباشرة يقتله، أو تسبب. وشو مثل التسبب؟ فيه واحد قاتل له واحد، أنا أروح لعياله أقول لو أنكم رجال ما خليتوا أبوكم يمشي، والله لو أنتم رجال ما تخلونه، فيذهبون ويقتلونه. أنا مشترك في القتل ولا لا؟ أنا مشترك في القتل، ويصدق علي. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. لماذا خص الأولاد؟ نعم، ولا في أحد يطالب، يعني ما إذا قتل الإنسان ولده هل أحد بيجي طالبه؟ ما في أحد جاي يطالبه إلا المدعي العام، فهمتم؟ فهذه سبب التخصيص، وإلا القتل كله ما يجوز، حرام من كبائر الذنوب. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. البهتان الكذب الذي يبهت، إنسان مسكين غافل يجي يعطونا كذبة كبيرة جدا تبهته، فتبهتهم فلا يستطيعون ردها. ولا تعصوا في معروف. مقتضى البيعة الطاعة، وأن المبايع إذا أمر بمعروف أنه يسمع ويطيع. إذا أمر أمره من أخذ منه البيعة بما هو معروف جائز شرعا
من قبيل الأوامر أو من قبيل النواهي فمقتضى البيعة وجوب العمل. فمن وفى منكم فأجره على الله، يعني الرسول ما عنده أجر، الأجر من هو عنده؟ الأجر على الله تعالى. ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. نجي للحدود والعقوبات، هل هي مكفرة بدون التوبة وإلا ما تكفر إلا بالتوبة؟ فيها نظران، الجمهور يقولون إذا عوقب في الدنيا رحمة الله تقتضي أنه ما يجمع له عقوبتين، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة، لأنه خلاص أخذ نصيبه، أخذ نصيبه في الدنيا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصاب ذنباً فعوقب به في الدنيا فالله أكبر من أن يثني عليه العقوبة في الآخرة. رواه الترمذي والحاكم وصحه. لكن قال بعض العلماء لا بد من التوبة من أجل أن تمحى عنه الذنوب، لأن بعض الناس وهو تحت العقوبة يتفاخر بالمعصية. واحد اسمه هدبة بن خشرم قتل رجل، شفع فيه الحسن والحسين وسعيد بن العاص، وهو شاعر هذا، قالوا للي أهل الدم بنعطيكم 7 ديات واعفوا عنه، قالوا لا لا نريد أن يقتل مثل ما قتل صاحبنا. لما قدموه للقتل قال: فإن تقتلوني في الحديد فإنني قتلت أخاكم مطلقا لم يقيدي. شو يقول؟ ما قال استغفر الله، ها؟ يقول: ما لكم فخر تقاتليني عند الحكومة وأنا قاتل أخوكم في الشارع، ها؟ هذه مشكلة يعني. هذه حدثني أحد الشباب قال: كنت مع واحد مسجونين في السجن، يقول: أنا والله ما يعني دخلت يوم البطحة في الرياض وتخاصمت مع واحد، يقول: لا أعرفه ولا شيء، وأعطاني كف كان معي سكين وضربته في سره. قال: فمات وأدخلوني السجن وحكم علي بالقصاص. قال: كان معي واحد فقال لي: يا فلان، نعم، قال: وش رايك اذا طلعنا من السجن، ان شاء الله بنطلع، اهرب انا وياك مخدرات من المكان الفلاني. قلت: دحين انا في السجن، ها، وننتظر العقوبه وتقول بنخر؟ قال: يا ابن الحلال، الحياه كذا. طيب كيف الحياه؟ هذا يدل على أنه تايب، لا ما عنده توبة، ها؟ فكيف يعني إذا نظرنا إلى حال هذا الرجل ونظرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، هذا قلب تايب ما تاب. ولذلك قول الجمهور أن التوبة أن الحد يكفر به الذنب، قول الثاني أنه ما يكفر به الذنب، اختاره البغوي في تفسيره بعض التابعين، والنفس والله تميل إليه، لأن هذا الإنسان اللي ما يتمنى الذنب وهو يجلد، ها؟ كيف تقول انه يعني يؤثر فيه والله يطلع على قلبه ويراه مصرا على المعصيه. باب من الدين الفرار من الفتن.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. يوشك هذا من أفعال يسميها النحويون ماذا؟ أفعال المقاربة، يعني يقرب أن يكون خير المال المسلم في بعض الأوقات، مو بدايم، في بعض الأوقات. غنم يتبع بها شعف الجبال، ما معنى شعف الجبال؟ رؤوس الجبال. ومواقع القطر، وين مواقع السيل؟ وينه؟ بطون الأودية. يفر بدينه من الفتن. الفتن يا أحبابي بارك الله فيكم هي المشاكل التي يختلط بها الحق بغيره، المواضع التي يخشى فيها المؤمن الابتلاء. المؤمن رأس ماله ماذا؟ دينه. رأس ماله دينه. أنتم تشوفون الآن التجار إذا بدأت الفوضى في بلد وش يسوون؟ يطلعون أموالهم ولا لا؟ حريص الإنسان منهم على رأس ماله. فالمؤمن رأس ماله دينه. عندما يبتلى المسلمون في دينهم يفر من الفتن، ومن وسائل الفرار أن يكون عنده غنم ويروح في الجبال وفي الوديان يرعاها ويبتعد عن القرى التي فيها الفتن. هذا نوع من أنواع الفرار من الفتن. وفيه نوع آخر، قال الله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ما معنى مراغم؟ السعة الغنى معروف، لكن المراغم يجد أناسا يدافعون عنه، يعقد حلف معهم، يسوي معهم صداقة، يجد ناس مثل قبيلته. الله تعالى يعطيه، يهيئ له من يعيش معه. مراغما في الأرض، يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وهذا يا إخواني رأيناه في أناس لما جاءت شيوعية في بلاد الاتحاد السوفيتي فروا بدينهم، فجاءوا لدول الخليج في الكويت وفي البحرين وفي المملكة في مكة والمدينة والطائف، هربوا بدينهم. ما ماتوا إلا وهم من أتجر الناس أغالبهم. رب العالمين خلف عليهم أوطان وخلف عليهم أموال، ولا تزال أوقافهم الآن في مكة والمدينة، لهم أوقاف الآن بالملايين والمليارات مع أنهم هاربين من دين. ونرى نحن الآن في أوروبا وأمريكا مسلمون هربوا من وجه الشيوعية والمذاهب الباطلة، وتجدهم الآن هناك من أغنى الناس ولهم مكانة ويحفظون دينهم ويكونون عونا لإخوانهم المسلمين، يبنون المساجد. رب العالمين وعد الناس ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، غنى، لينفق ذو سعة من سعته، يفر بدينه من الفتن. لكن هذه حالة. الحالة الثانية
عندنا أناس إذا فروا من الفتن ضاع الدين، لكن بقاؤهم في الفتن يثبتون المسلمين وينفون الشبه ويحافظون على البقية الباقية من المسلمين. فما حكم هؤلاء؟ هل الأفضل لهم أن يفرون وينعزلون، ولا الأفضل أن يبقوا مخالطين ويحرصوا على تثبيت الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فالمسلم يا إخواني إذا وجد مكان يصبر فيه ويثبت المسلمين وينشر الحق ويبلغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لا يذهب إلى شعف الجبال، فهمتم ولا لا؟ يصبر ويحتسب ويثبت الله به نفسه وغيره. ولذلكم انظروا الآن الذين ذهبوا للحبشة في الهجرة الأولى والثانية، هل هؤلاء الآن أفضل من الذين بقوا وثبتوا المسلمين مثل أبي بكر وعمر وبلال وعمار؟ ثبتوا وبقوا وثبت الله بالمسلمين، تجد أن من بقي وصار سبباً في ثبات المسلمين أفضل من الذي ذهب وحافظ على دينه فقط. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. عندنا ثلاثة أشياء: العلم والمعرفة وكسب القلب. البخاري حطها كلها واحد: أنا أعلمكم بالله، جعلها مثل أنا أعرفكم بالله، وجعل العلم كسب القلب، فهمتم ولا لا؟ فعندنا أنا أعلمكم بالله، هل في أحد يعلم الله تعالى مثل ما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا يمكن لأحد أن يدعي أنه يعلم الله تعالى بأسمائه وصفاته وحقوقه مثل ما يعلمه نبيه وخليله وحبيبه صلى الله عليه وسلم. أنا أعلمكم بالله، إذن العلم هو المعرفة وهو كسب القلب. إذا كان العلم عمل القلب وهو من الإيمان، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أعلمكم بالله، هذا دليل على أن الإيمان يتفاضل ولا لا؟ يعني نجي علم الرسول بالله، ثم علم أبو بكر وعمر، ثم علم بقية الصحابة، ثم علم الإمام أحمد، ثم علم ابن باز، ثم نجي العلم فلان من الناس، هذه تتفاوت ولا لا؟ ها؟ فلذلك الإيمان يزيد وينقص، أنتم ولا لا؟ والإيمان فيه كمال وفيه أدنى منه وفيه نقصان. الآية: لا يؤاخذكم الله ولا بالله، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. ما هو اللغو؟ اللغو في اليمين. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. اللغو قيل أنه غير المنعقد باليمين، اللي يقول الإنسان ولا ينوي اليمين، لا والله بل، لا والله بل، لا والله ألا ما ينوي اليمين، يقوله يجري على لسانه ولا ينوي اليمين. وقيل أيضا من اللغو أن يحلف على الشيء يظن أنه هو، فهمتم؟ ثم
يتبين أن ظنه خطأ، أن ظنه خطأ. أنا والشيخ عدنان طالعين من باب الحرم، شفنا شيء أسود يطير. عدنان قال حمامة، قلت أنا مو بحمامة، هذا غراب. والله غراب، والله أنا أحلف على غلبة الظن، جاز من عنده غراب، ما صار غراب، هذا يصير لغو، لأني ما نويت الكذب، ما عندي نية الكذب، قلته وأنا أظن صدق صدق نفسي. فإذا حلف الإنسان على شيء يظن صدق نفسه فهو من اللغو. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان مثل ما وصفه الله، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هو لنا مثل الوالد، فهمتم؟ فيه والد وفيه ولد. الولد قال لأبوها ببني لك بيت، قال الوالد ابن لي بيت في حدود 100,000. قال الولد والله ما يتكلمون الناس بهذا، أبني لك بحدود 1,000,000، ما في عندي أغلى منك، أنت أبي. قال يا ولدي 1,000,000 بيوديك في داهية، ستسجن في النهاية ولا أنت مسدد الدين. يا ولدي بس 100,000. قال لا لا. قال الأب أنا أغضب عليك، فهمتم؟ أنا أغضب عليك وأنت تريد أن تبرني، وش رأيكم في غضبه؟ ها؟ محمود، لأنه لا يريد أن يضر، هو نية الولد طيبة لكن أبوه ما يريد أن يضر نفسه. فبعض المؤمنين الآن يتعبون أنفسهم، فهمتم؟ يقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأعمال الصالحة، يقول لا، إنا لسنا مثلك، أنت مغفور لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، عطنا أعمال قوية. يقول لهم الرسول لا، وإلا فيغضب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من أجل رحمتهم. شو من أجله؟ يغضب عليهم من أجل رحمتهم صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول أنا أتقاكم بالله وأعلمكم به، أنا أتقاكم لله وأعلمكم به. فهذه القضية يا إخواني ينبغي أن نفهمها، المسير مع ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم من الرخصة والعزيمة أفضل من الشد على النفس. يعني الآن نحن مسافرون في رمضان للعمرة، حنا في سيارة 5، 2 يقولون سنصوم المشقة بسيطة، و2 يقولون نفطر، الرسول رخص لنا وأفطر وقال للذين صاموا ليس من البر الصيام في السفر، فنحن نريد أن نفطر. أيهم أقرب إلى السنة؟ الذين أفطروا أقرب إلى السنة ما داموا مسافرين ويلحقهم شيئا من التعب، فهمتم؟ ما دام يلحقهم شيء من التعب
فالصيام الإفطار أفضل. فهؤلاء الصحابة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون، يعني من غير مشقة عليهم، فقالوا إنا لسنا كهيئتك، يعني ليس حالنا كحالك، حنا عندنا ذنوب كثيرة ونحتاج مغفرة أكثر منك، أنت مغفور لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيغضب صلى الله عليه وسلم، لأن مقتضى كلامهم هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعرف الفوارق بينه وبينهم ولا يعطيهم الأصلح لهم. هذا يعني هم يرون أن ما ينوونه أصلح لأنفسهم مما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك غضب صلى الله عليه وسلم حتى عرف في وجهه وقال أنا أتقاكم لله وأعلمكم بالله. فالإنسان يا إخواني يتهم نفسه في الاتباع إذا أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر يعلم أن الخيرة فيما أمر به الله، فيأخذه ولا يشق على نفسه، لا يشق على نفسه، لأن الله تعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال وما جعل عليكم في الدين من حرج. عندنا يا أحبابي بارك الله فيكم، الصحابة فهموا أن كثرة الأعمال تقوي الإيمان وتزيده، صحيح ولا لا؟ فدل على أنهم يفهمون أن الإيمان يزيد، لأنهم قالوا الرسول عطنا زيادة، يريدون ماذا؟ زيادة الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذا الفهم، ولكن بيّن لهم أن ما يأمرهم به هو مصدر الزيادة. طيب، فيه حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى، هذا حديث ومثل من أمثال العرب، بس نريد من يشرح لنا. نعم، صحيح، يعني لو إنسان الآن بيسافر للرياض على بعير وقال خلاص أنا ما بيرتاح إلا في الرياض، ضرب البعير ضرب البعير ضرب البعير مشى البعير، إذا تعدى البعير الطائف مات، ها؟ لكن لو أنه كان يمشي ويريح والبعير يريح ويمشي شوي ويريح كان يصل. فعندنا المنبت الذي لا يرتاح، ما يرتاح، إن المنبت لا أرضاً قطع، هو يظن بيقطع ما يقطع سيقف، ولا ظهراً أبقى، حتى بعيره اللي بيموت اللي معه سينقطع. فالإنسان في العبادة قليل دائم خير من كثير منقطع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أدومه وإن قل، وهذا الذي ينبغي للعبد أن يعرفه، أن يكون له ورد. ورد يعني بعض الناس الآن جزاه الله خير يقرأ كل يوم جزء من القرآن، يقسمه على الصلوات يقرأ، تجده يختم في الشهر. عندما يجون الناس الآن يقولون كم التاريخ، ما يحتاجه يعرف، يقول 17، ليه؟ قال لأني اليوم في جزء 17، ها؟ خلاص يعرف التاريخ على طول ولا يتعب نفسه، فهمتم؟ وبعضهم يأخذ جزئين وبعضهم يأخذ ثلاثة، يرتب أمره بحيث يأخذ عباده ولا يشق على نفسه.
نعم. باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. هذا الحديث أخذناه أمس شرحناه، ها؟ لأنه ورد عندنا برقم 16، ها؟ حلاوة الإيمان. ثلاث، وش قلنا؟ ثلاث خصال، ثلاثة أعمال من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الإيمان لحلاوة. طيب في حديث آخر يدل على هذا، ما هو؟ ذكرناه أمس، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذه درجة عالية في الإيمان. تعرفون الأحاديث اللي أخذنا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وماذا قال عمر في يوم من الأيام؟ قال عمر: والله يا رسول الله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، لا لا. فقال عمر: والله يا رسول الله لا أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. وهذا الحديث في البخاري، رواه في كتاب الأيمان والنذور. وأن يكون أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يعني العلاقة بينه وبين المؤمنين المحبة في الله، ليست علاقة الدنيا مثل إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم. الأمر الثالث أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. لماذا؟ لأن الكفر يوصل للنار. فالإنسان الآن إذا ركب سيارة السجن وين بيروح؟ فهو إذا ركب الكفر، الكفر سيارة تودي وين؟ فالإنسان يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. هذا الحد اللي شرحناه أمس وقرأناه أيضا أمس مرتين، قرأناه هنا وقرأناه في موضعه السابق. نعم. باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتويا. قال وهيب قال حدثنا عمرو الحياة وقال خردل من خير. باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. الجنة يا إخواني درجات، والنار درجات. وش يدل عليه؟ أي نعم، أن أهل الشر يتفاوتون وأهل الخير يتفاوتون.
أنتم لو تروحون الله يجعلنا وإياكم ما نروح للسجن، نلقى عنابر، عنبر المخدرات، عنبر جرائم القتل، عنبر الشذوذ، عنبر الاختطاف، عنبر الأموال، يعني المديونين، النار هكذا. والجنة أيضا مقسمة، باب الريان، باب الصلاة، باب الجهاد، فهمتم ولا لا؟ ففي الجنة تقسيمات، وفي النار تقسيمات، تخصص، فهمتم ولا لا؟ فرب العالمين يوم القيامة إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، رب العالمين عنده رحمة غلبت غضبه، سبقت غضبه، يقول للملائكة: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. دل على أن الإيمان فيه مثقال حبة من خردل، وفي مثقال حبة من شعير، تكبر الشعير والخردل، وفي عبس الفصم النوى، وفيه جبال، وفيه، فهمتم ولا لا؟ فقوله مثقال حبة من خردل من إيمان دل على تفاضل في الإيمان، وأن بعضه أفضل من بعض، ودل على أن الله يخرج عصاة الموحدين من النار، يخرجهم بعد أن يمكثوا فيها مدة ما ندري، عاد ملايين السنين، مئات السنين، ما ندري متى يخرجهم الله، لكننا نعلم بهذا الحديث أنهم يخرجون، لكن لا نعلم متى يخرجون. فإذا أراد الله أن يدخلهم الجنة يريد أن يشفوا من آثار النار، فيلقون في نهر اسم نهر الحياة، هذا النهر تذهب منهم أوصاف أهل النار، وينبتون فيه نبات معافى، ثم إذا حيوا وتطهروا أدخلهم الله تعالى الجنة. قال: فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل. الحبة معناها البذرة، البذرة قد تكون صغيرة ما ترى في جانب السيل، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية ضعيفة، أول ما تخرج صفراء ملتوية ضعيفة، لكن رب العالمين يسقيها من ماء السيل هذا حتى تخرج بعد ذلك شجرة كبيرة مكتملة، فرب العالمين ينبتهم. والله أنبتكم من الأرض نباتا، هو أنشأكم من الأرض، هو أنشأكم من الأرض، الله يخلقنا من الأرض. ولذلك هذا الرجل الآن مثلا عناصر جسمه وين جيت منه؟ من التراب، يمكن أنه ماكل موز من غواتيمالا من أمريكا الجنوبية، ولحم من الصومال، ومانجا من الهند، ها؟ كل هالأراضي ذي مجتمعة في جسم أبو إسماعيل. إذا أراد الله لنا أن ننبت يوم القيامة العصعص باقي البذرة، ينزل مطر وشو مثله؟ مثل مني الرجال، مني بني آدم، لأن كل بذرة لها وقت للتلقيح وماء للتلقيح. وقلنا بأن مثلا النبات اللي ينبت في الشتاء غير النبات اللي ينبت في الصيف، غير النبات اللي ينبت في الربيع،
وقلنا لكم كيف الناس مثلا في المملكة العربية السعودية يفرحون بالمطر الذي في الوسمي. ليش؟ لأنه يخرج منها الكمعة الفقع، ها هذا مطر الوسمي، مطر الشتاء ما ينبت منه، مطر الصيف ما ينبت، فكل مطر له نبات، فهذا النبات المطر تنبت به العصاعص التي قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم يفنى إلا عجب الذنب، هذا حديث صحيح في مسلم. بهذا نكتفي، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.